هل هندخل بقى في جدل ما بين الاهلي واتحاد جده، والاهلي يقول طب ادفع فلوس عمليه عماد متعب وهاتوا فلوسي الاسان لسه في 200,000 جنيه اعتقد؟ هو بيقول 200,000 دولار، بس انا بصراحه مش متاكد من هذه النقطه. اذا كان الاهلي فاضل الفلوس، لانه ما حدش من الاهلي بيتكلم. يعني لسه جدل، اصل هم ايه كانوا متعشمين قوي في بعض، يعني الاهلي واتحاد جده كانوا متعشمين قوي في بعض ان ما فيش مشكله. اقول لك البلوي يقول لك انا هدفع، النادي يقول لك لا خلاص ما فيش مشكله، عايز يدفع مش هيدفع، احنا هندفع. في الاخر متعب اللي دفعها. هو ده بالنسبه لايه؟ العمليه. بالنسبه للعمليه، لكن ده السيناريو اللي حصل. بالنسبه لمستحقات الاهلي مؤسسه بتعامل مع اساسا مش هيبقى فيه مشكله اذا كان له مستحقات هياخد. لكن بالنسبه لعماد متعب، بقول لحضرتك الاهلي برضو عندهم شيء يعني منظم لحد ما. الاهلي يعني انا اعتقد انه ما كانش يقدر يتكفل هو بمصاريف عماد متعب الا اذا كان عنده مرجع من اتحاد جده انه ويل سيت ات اوف، يعني انتوا تدفعوا واحنا هندفع، والاتفاق يكون زي ما حصل مع الاتحاد الانجولي قبل كده بالنسبه لليفربول. تاخروا شويه، ده مش مشكله، بس كان في اتفاق مكتوب. يعني كان في اتفاق مكتوب انه انت ادفع، ولما تخلص جيب لي البتاع قول لي اتكلف كذا. عموما الحمد لله على صرامه التعامل، اهم حاجه تحت اي مسمى، وان شاء الله يرجع تاني الملاعب ويكون في استفاده من عماد بقى ان شاء الله في المنتخب في الفتره اللي جايه. نكمل اخبارنا كده بسرعه ونشوف الاهلي بيفاوض محمد خلف لبرو النصر.